اللي انا كنت بسمعه عن الفريق، سمعت كلام كتير جدا برضو فيما يخص كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس نادي الاهلي. الحقيقه الكلام اللي احنا سمعناه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، النهارده الناس لما بتيجي ترد بترد بشياكه، بترد بحرفيه كبيره جدا جدا وباحترام كبير جدا جدا جدا. شويه مشاهد النهارده هنجيبها لحضراتكم من داخل قناه اهي مع حضراتكم على طول. قد ايه الناس دي ناس محترمه، قد ايه الناس دي عارفه ان هي بتتعامل مع 70 80 مليون، فقد ايه ان هم ايديهم في ايدين بعض ومش فارق معاهم اي حاجه، وبيردوا بمنتهى الشياكه والجمال، منتهى الشياكه والجمال. رئيس النادي الاهلي ونائب رئيس النادي الاهلي راحوا لمؤازره الفريق الاول لفريق كره القدم في النادي امبارح ولا اول امبارح. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على كره القدم قعد مع اللاعبين واتكلم معاهم زي ما قلت لحضراتكم. النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيديو اخر لرئيس النادي الاهلي ونائب رئيس النادي الاهلي رايحين لمؤازره الفريق، وانا متاكد ان هم مش في دماغهم اي شيء الا مؤازره الفريق والرد بمنتهى الشياكه والاحترام والادب والرقي. الحقيقه بهذا الفيديو البسيط جدا جدا جدا، ما عندناش فرصه ان احنا نفكر، ما عندناش فرصه ان احنا نتكلم، ما عندناش فرصه ان احنا نطلع نرد على الناس، لا، فرصتنا الوحيده ان احنا عايزين ناخد بطوله الدوري العام هذا الموسم، وبالتالي الكل مركز في هذا الموضوع، رئيس النادي ونائب رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره واعضاء الجمعيه العموميه اللي موجودين وكل الناس الحقيقه خلال الفتره دي على قلب رجل واحد. فبرضه من ضمن الكلام اللي كان بيتقال في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا هذا الموضوع، ولكن دايما بنتعلم داخل النادي الاهلي كيفيه الرد بمنتهى الرقي والاحترام والشياكه. وقد ايه ان التجانس موجود والايد الواحده موجوده، الا بقى لو كانت الناس شايفه ان الاختلافات في وجهات النظر دي معناها، على فكره في اختلافات في وجهات النظر ما بين كل الناس، ولكن الاختلاف في وجهه النظر لا يؤدي الى الخناق داخل النادي الاهلي، في النادي الاهلي كده. الاختلاف في وجهات النظر زي ما بيتقال لا يفسد للود قضيه. أنا ممكن أبقى شايف إن كوباية الشاي اللي قدامي دي مش حلوة، في واحد تاني ممكن يبقى شايف كوباية الشاي اللي معايا دي حلوة، هي في النهاية وجهات نظر، ولكن رد طبيعي بمنتهى الرقي والشياكة والاحترام. النادي الأهلي دايما كبير، خدوا بال حضراتكم النادي الأهلي دايما كبير وهيفضل دايما طول عمره كبير.